كان هنالك كلاما في هذا اللقاء مع بين طبعا السيد مصطفى الكاظمي وديفيد اغنيشيس على الواشنطن بوست عن مسألة مهمة جدا، إذا ما تحصل على ولاية ثانية فإنه سيسعى على عملية حصر السلاح بيد الدولة، وواضح الهدف والتارجت أين يذهب بالنسبة لكلام السيد مصطفى الكاظمي، وهو نفس الأمر الذي نراه من التحالف الثلاثي الآن إذا ما وصلوا إلى حكومة. نسمع بهذا الأمر بشكل واضح، وجود القوة العسكرية التي نتحدث عنها الآن وظهورها لإضعاف القدرات العسكرية لطبعا جماعة الحوثي في الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، مع وجود هذا التوجه بغض النظر إذا ما السيد الكاظمي أو غيره، إذا التحالف الثلاثي على سبيل المثال، هل تعتقد أن التوجه العام، ومع نجاح الاتفاق النووي طبعا من فشله، هل تعتقد أن التوجه العام ذاهب إلى التهدئة في ظل هذه التحركات التي نراها؟ يعني بشكل عام لا يمكن للرئيس الوزراء العراقي السيد مصطفى الكاظمي أن يقول كلاما آخر. تفكيك الميليشيات كان هو جزء من البرنامج الحكومي، كان أيضا جزء من البرنامج الحكومي لحكومة السيد عادل عبد المهدي. الموضوع هو يتعلق بالجدية، إيران وحلفائها في العراق خصوصا في الإطار التنسيقي يشعرون أن إعلانات التحالف الثلاثي، ما قاله السيد مقتدى الصدر بخصوص تفكيك سلاح الميليشيات وإعادة هيكلة الحشد، أنه كلام جدي هذه المرة وليس كلاما دبلوماسيا يضاف إلى برامج الحكومات العراقية ثم لا ينفذ. هذا موضوع يعني واضح أنه يقلق إيران. تصريحات السفير الإيراني مؤخرا أن اللحظة ليست مناسبة للعراق للذهاب نحو حكومة الأغلبية السياسية، فضلا عن يعني تحركات أخرى باتجاه السيد مسعود بارزاني بلقاءات إيرانية مع السيد مقتدى الصدر. يعني هذا الإطار هذا واضح. أعتقد الاتفاق النووي، إمضاء الاتفاق النووي لمصلحة العراق بعيدا عن ملف الصواريخ وملف سلوك إيران في المنطقة الذي يعتبر سلوكا مزعزعا، العراقيون لا يستطيعون أن ينتظروا أن تقوم الولايات المتحدة أو تقتنع الإدارة الأمريكية بتضمين ملفات الصواريخ والسلوك الإقليمي لإيران في إطار صفقة كبرى تتضمن أيضا الموضوع النووي. يعني هذه تبدو أمنية بعيدة التحقيق. ما هو مهم للعراق هو أنه إيران تعود إلى شكل من أشكال الحياة الطبيعية، لنقول حتى لا يستخدم العراق كمحل لتصفية النزاعات بين إيران والولايات المتحدة. هذه الإشكالية الكبرى التي لدى العراق، ليس حل الملفات المتعلقة بالسياسة الإيرانية، إشكالياتها في المنطقة، هذا عراقيا يعتبر موضوع آخر. كل دولة وطنية في المنطقة العراق يتعاطى معه بطريقة، لبنان يتعاطى معه بطريقة، السعودية، اليمن، هذه إشكالات وطنية. توقع أن الولايات المتحدة ستقوم بحل هذه الإشكالات عبر الضغط على إيران في إطار صفقة كبرى، هذا توقع غير عملي ولا يستفيد من دروس التاريخ. أعتقد التحدي هو تقوية هذه الدول من الداخل، كما يحاول العراقيون نتيجة الانتخابات مؤخرا والضغط الذي يمارسه المجتمع وبروز فكرة حكومة الأغلبية السياسية بإصرارها على تفكيك الفصائل المسلحة وإعادة هيكلة الحشد، وهذا شكل من أشكال التعاطي، ردع النفوذ الإيراني بأدوات وطنية عراقية. فأنا أعتقد يعني التوجه العراقي هو بهذا يعني ذاهب هكذا، واعتقد هذا ما هو منطقي. تصور ان الولايات المتحده والغرب اوروبا ستتفق على التعاطي مع هذه الملفات الثلاثه سويه، سلوك ايران المزعزع، ملف الصواريخ البالستيه الذي تشتكي منه السعوديه والخليجيون كثيرا لانه استخدمت هذه الصواريخ يعني ضدهم، فضلا عن الملف النووي. أعتقد هذا معناه أننا بإزاء أزمة مفتوحة ومستمرة على المدى المنظور تتضرر منها دول المنطقة وعلى الأخص العراق.